السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه هاد يعني الصدر اللي خدمته بالعقيق. فلاحظوا معايا هنا، ما بغيتش ندير خدمة اللي تكون عامرة بزاف، يعني مثلا وريدات بالعقيق ولا شي حاجة، ففضلت ان الخدمة تكون سامبل وفي نفس الوقت تكون سهلة. هذاك الشيء علاش خدمت بالعقيق المهرس ودرت فقط خطوط، يعني كل وحدة ديال الخطوط كيف ما بغيت. المهم هنا غادي ناخذ العقيق المهرس وكذلك هاد الشميشات هادو، كاين الكبار كاين الصغار، المهم كاين بزاف ديال الديكورات، كل وحدة تاخذ الديكور اللي عجبها. من بعد اول حاجة غادي نديرها هو انني نثبت هادو هنايا. كتخدمي هنا بالخيط عادي على 4، كنخدمو به على 4، رقم البرا اما 10 او 11. بالنسبة لرقم البرا 12 كتكون رقيقة بزاف، وما كت يعني بالنسبة لي انا جربتها ما كتخدمش مزيان، يعني كتعذب بزاف. وحتى هاد رقم 10 و 11 هما راهم رقاق بزاف وداغي داغي تيتهرسو، فملي تبغوا تشريوهم شريو بزاف، صراحة شريو بزاف، خذوا الاحتياطات ديالكم. في اي لحظة كتلقاي هذيك البرا تهرسات وكتبقاي خاصك باش تكملي الخدمة. مهم علينا دابا غادي نثبت هاد الشميشة هذه، يعني كتبقاي هنا غير كتثبتي فيها وصافي. المهم انها تجي في الوسط ديال هذاك الخط، يعني ما تكونش ميلة لا لليمين لا لليسار، تكون في الوسط. غادي نرجع نهبط هنايا ونحاول اني نطلع في هاد الجهه هادي بهذا الشكل باش نثبتها هنا مزيان. هنا فاش تكونوا غاديين خدامين، المهم هذه واحد القاعده ديما كنخدم بها، فاش تكوني غادا خدامه في العقيق المهرس مره مره ديري عقده، يعني احتياط، ما ربما يوقع شي مشكل وتحلك هذاك الخدمه ولا هذا، ما يبقاش غادي هذاك العقيق كامل يهبط من الفوق لتحت، على الاقل يمشي حتى يوصل لهذيك العقده ويحبس. من بعد غادي نهبط غير واحد شويه، لاحظوا معايا واحد تقريبا مليمتر، وغادي تهبط الخيط مزيان تجريه هنا. دابا غادي نخدمه فقط بجوج ديال العقيقات، ممكن تخدموا بثلاثة إلا كانوا عندكم هاد الشميشات كبار، يعني خدمتو بواحد الشكل اللي الحجم ديالو كبير. أنا هنا خدمت بهاد الشكل يعني صغارين، فجوج كانت كافية، يعني كانوا مزيانين بالنسبة ليا، كان مزيان. اللي بغات تخدم على ثلاثة ممكن تخدم على ثلاثة، بشرط أن هذاك الديكور اللي هي غادا تعلق ديرو تما يكونوا كبار من هذه اللي أنا خدمت بها. هنا حاولوا تركزوا معايا مزيان كيفاش كنخدم. أول حاجة تبتنا في اليمن، دابا غادي نتبت في اليسار، ولكن سيروا معايا خطوة بخطوة. علاش؟ حيت غتخربق لكم الخدمة من التحت، وأنا بغيت الخدمة من التحت تكون نقية، ما يكونش يعني هذوك الخيوطة شي داخل في شي. الا تبعتوا هذه الطريقه راه غتلقاو ان هذوك الخيوط اللي غيكونوا لتحت واخا هما مبينينش، ولكن غتلقاو الشكل نقي، كيف ما الشكل من الفوق زوين حتى الشكل من التحت هو غيبان لكم زوين. هنا فاش كتخدمي في اليسار كطلعي البره مباشره في هذاك الخط، يعني في الوسط في الخط. دابا غادي نمشي نخدم اليمين، كيف ما قلت لكم هنا ماشي اللي قال لها راسها، بحال دابا انا مثلا خدمت اليمين تمشي هي تقول لك لا غادي نسبق ليسار عاد نرجع لليمين، لا غتخدمي اليمين، حيت الا مشيتي سبقتي ليسار ما غتجيكش الخدمه مقاده، غيجيو دوك الخيوط اللي لتحت غيجي شي داخل في شي وغيعطوك يعني ما غيجيوش زوينين. ديما كطلعي البرا كترجعيها في الوسط. عاد من بعد غادي نمشيو لليسار، هنا كتهبطي البرا وكتطلعيها دائما في هذاك الخط اللي عندك الوسط ديما، يعني خدمتي اليمين كتطلعي البرا هنايا في هذا الخط هذا اللي راسمينو، خدمتي من اليسار غادا تطلعي البرا في اليسار. سيروا بنفس الطريقه. دابا غادي نجيبو هاد جوج العقيقات
ونحاول هنا ان احنا نقادو يعني خدمة تكون نفس المسافة بهذا الشكل. هنا غادي نهبط البره هنايا ونطلعها في النص هنا حداها واحد شويه، يعني ماشي في نفس الغرزه، حداها واحد شويه. لاحظتوا بحال كاين واحد الخط، بحال كاين واحد الخيط في الثوب كيبقى فاصل ما بيناتهم. فغادي ناخذ واحد جوج ديال العقيقات وكنمشيو هنا اليسار وغادي نهبط البره ونعاود نخدم في الوسط. دائما كتخدموا هنايا في الوسط، يعني في هذاك الخط اللي كيكون مرسوم هو اللي تخدموا فيه بهذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا هي راه ساهله، غير خاص شويه ديال التركيز باش تجيكم الخدمه مقاده، خاصه اذا كان هذاك العقيق المهرس ماشي كله عبار واحد. حاولوا ان العقيق المهرس يكون تكون يعني الجوده ديالو مزيانه ويكون كامل عبار واحد، وخاص عيب بزاف باش تلقاي يعني العقيق تلقايه الجوده ديالو مزيانه وتلقايه كامل يعني عبار واحد. الصراحه صعيبه، غير انتي فاش تكوني غاده خدامه حاولي انك تهزي هذوك العقيقات اللي كيبانوا لك نفس العبار. واخا حتى انا هنا ما عنديش هما كاملين نفس العبار، مره كنمشي عيني ميزاني. فلاحظوا معايا دائما البرا كتطلع في الوسط، ومن بعد كنخدمو كنعاود نجيب هاد جوج ديال العقيقات ونمشي لهاد الراس. حتى هنا في هاد النقطه هذه اللي غادي نهبط فيها البرا حتى هي خاصها تكون خط واحد، يعني تكون غادا هابطه نيشان، ما تكونيش مرات يعني بحال تجي جهه غالبه على جهه، يكونوا نفس العبار. كنتمنى ان هاد الخدمه هذه تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل بسيط وسهل خاصه للمبتدئات. طبيعه الحال تقدروا تزيدوا بعض الاضافات على هاد الخدمه، ممكن تشريوا يعني عقيق في شكل اخر وتزيدوا تزوقوا به هاد الخط هذا. المهم انا خليتها بحال هكا، خليتها سامبل عاديه يعني ما زدت شي حاجه، درت غير هاد الخطير هذا بارك عليا. خدمت ثلاثة ديال الخطوطه، الخط اللي في الوسط طويل شويه على هذوك اللي في الجناب، وما تبقى صافي عادي، كل شيء عادي. لاحظوا معايا مزيان القب خدمته بالعقيق، درت الكورميت، اما الكمام هما اللي درت لهم طريقه مختلفه شويه. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين.